السلام عليكم. سلام. انت ام منو؟ ام احمد. ام احمد انت زوجتي ما سيدي زوجي مريم؟ اي والله. شنو ايش فيه؟ عجز بالقلب. عجز بالقلب؟ اي. وشبع شنو فيه؟ ضغط عنده. سكر. اي والله. ما عنده شغل؟ لا لا ما يقدر يعني لا يشتغل ولا. لعب من المعين ماله؟ هو فدي وليدي هذا يعني. هو يشتغل سوا؟ والله ايش اقول لك انا ما اشتغل عليه. يعني لا اشتغل يوم خمس ايام قاعد. ماكو شغل. زين هذه بسكم شنو هذا بيتكم؟ ها؟ اجار ملوك؟ اي اي اجار. شو اجار هذا؟ 250 ون. ياخذ علاج الحجي؟ اي. زين شلون تقلب الشهر؟ هو باكيت يعني ياخذ من هذا ال 50 و. بش الباكيت؟ يعني زين ثلاثه يصيرون ونص. 3000 ونص. زين انت شو محتاج؟ حتى شوف حالتي، سخانه عندي مش تعبان. ها سخانك؟ اي والله. شنو هالسخ شو؟ ايوه رايح. هو كم غرفه هاي بيتك؟ هو هاي وحده وهاي وحده. غرفتي؟ اي. طباخ ايش فيه مالتك؟ يا همي انا نار ذليله يقول جمره مرار تقب علي. زين وبعد شنو محتاج؟ غساله ما عندي. شلون غسالتك؟ ما عندي والله. هاي ما عندك؟ اي والله ما عندي. شوف هاي تنوع. ان شاء الله ان شاء الله يشوفون حالتك بعد جنب رحم الله والديك.